جولتنا اليومية لمتابعة أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي مع وائل عواد الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية. مساء الخير وائل، إليك. أهلا بك يا العزيز عمر والمشاهدين. موضوع المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، يأخذ حيز مهم في إسرائيل. كان اليوم مقال عن أوامر الاعتقال المتوقع أن تصدر من محكمة الجنايات الدولية ضد نتنياهو والشلة التي صنع منها حكومة. كتب دكتور في القانون اسمه متان جوتمان في واينت اليوم، يسأل: هل تخضع إسرائيل لصلاحية المحكمة الدولية؟ الجواب كالتالي من وجهة نظر القانوني، يقول: ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما الأساسية التي أنشأت المحكمة الدولية، ومع ذلك وفقا لهذه المعاهدة، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أرض تابعة لدولة فيها طرف في المعاهدة، يعني حتى لو الطرف الثاني مش موجود ولكن الطرف الأول موجود في المعاهدة، وحتى لو كان هذا الشخص شخصا أو مواطنا أجنبيا، فللمحكمة صلاحية قضائية لمحاكمته. وانضم الفلسطينيين عام 2014 كعضو في المعاهدة بصفة دولة، وبهذه الطريقة حسب المقال يحاولون تطبيقها على إسرائيل. السؤال الثاني في المقال: لماذا لم تصدر مذكرات اعتقال ضد قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟ إذا صدرت بالفعل أوامر اعتقال، الجواب: ضد مسؤولين إسرائيليين كجزء من التحقيق الذي تجري المحكمة، فيمكن للمدعي العام أن يطلب إصدار أوامر اعتقال أيضا ضد قادة حماس. يعني نحن بنتوقع كمان أوامر اعتقال ضد الحكومة الإسرائيلية نتنياهو اللي حواليه، ولكن أيضا ضد قادة حماس. يقول الكاتب: بطبيعة الحال فإن وضع، حسب المقال، إن وضع إرهابيي حماس في صف واحد مع رئيس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليين هي فضيحة وحضيض أخلاقي، يقول، وقيمي، وخطأ قانوني خطير من قبل المدعي العام. سؤال: طيب من ينفذ هذه الأوامر، أوامر الاعتقال؟ لا تتمتع المحكمة بسلطة تنفيذ، ولا توجد شرطة تابعة لها يمكن أن تقوم بالاعتقال، ولكن على جميع الدول الأعضاء في المعاهدة، في معاهدة روما، المساعدة في تنفيذ الاعتقال، وعدد الدول مش شوي، 123 دولة موقعة، يعني منها دول أمريكا الجنوبية وجميع الدول الأوروبية تقريبا، إستراليا، كندا، وحوالي نصف الدول الأفريقية. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين ليسوا أعضاء في الاتفاقية. يقول المقال: يجب التوضيح أن الدول الأعضاء في الاتفاقية لا تتعاون دائما مع المحكمة، يعني مش بالضرورة إذا وصل إلى إحدى الدول أن يكون، يعني يتم أو أن تتم عملية الاعتقال، ممكن للدولة أن لا تتعاون مع المحكمة. ممكن إصدار مذكرات الاعتقال قد يؤدي إلى زيادة الاحتجاجات ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم، هذا البعد الثاني غير القانوني، والضغط على حكومات الدول الغربية الصديقة لفرض عقوبات على إسرائيل مثل حظر الأسلحة. الخشية أيضا أن يؤدي إلى إصدار مذكرات الاعتقال إلى تعزيز ادعاء معارضي إسرائيل بارتكابها جرائم في حرب في غزة، وسيكون لهذا حسب المقال ختم من محكمة الجنايات الدولية بأن هنالك جرائم حرب تقع في غزة. هذه رؤية قانونية فيها طبعا موقف إسرائيلي من هذا المحلل القانون الإسرائيلي اللي كتب اليوم مقال في واينت. إذن هكذا ترى إسرائيل الأمور قانونيا. وسنيجي على الموضوع كمان مرة، قبل ذلك أنتقل للفيديو الأول. إسرائيل تنتظر إجابة حماس، ولكن بنفس الوقت تتجهز لدخول رفح. يعني إذا بتسمعوا النشرات بالمجمل ببثوا إنه جاهزين للحالتين عملياً. الجو العام بإسرائيل إنه في تنازلات كبيرة بتكون فيها إسرائيل بتكون فيها إسرائيل عشان تتم الصفقة، وبيحاولوا في الإعلام يفرجوا أو بفرجوا بإنه الكرة الآن في ملعب حماس. مع أني قلت سابقاً إنه بعض المحللين بيقولوا كيف بنقدر نوفق بين انه السنوار مطارد وحماس منهاره، هذا اللي بيسوقوه كل الوقت، وبين انه هي اللي عم تدرس المقترح واسرائيل هي اللي عم تستنى جواب حماس. يعني بقولوا، يعني الاعلام الاسرائيلي كل الوقت بقول السنوار مطارد في الانفاق ومقطوع الاتصال معه وحماس منهاره، ولكن لاحقا يقولون ننتظر جواب حماس وننتظر جواب السنوار. تناقضات.
التفاصيل الكبيرة للصفقة المعلن عنها، الجزء المعلن عنه 30 أسير إسرائيلي مقابل 900 أسير فلسطيني. يمكن لإسرائيل أن تضع فيتو، رفض، لبعض الأسماء الأسرى الثقال الكبار اللي عند حماس، مقابل أيضا 40 يوم هدنة وخروج كامل لجيش الاحتلال من غزة. هذا البند خروج كامل معناه عودة أهالي الشمال إلى حيث كانت بيوتهم وتجنيد دخول رفح. تقريبا نفس النقاط، نفس النقاش اللي بيحكوا عنه من حوالي شهر ونص في موضوع الصفقة، نفس الأرقام، عدد الأسرى، وهيك تغيرات طفيفة. ما شفت شيء مهم تغير. بضل السؤال، ليه ممكن تضبط الصفقة الآن، أو شو اللي ممكن يخليها تضبط بنفس الشروط بينما لم تنجح فيها سابق؟ الآن نقطة ملفتة سمعتها من واحد اسمه نيرو دفوري، هذا المحلل العسكري لقناة 12، يقول الأمريكان مش معارضين على دخول رفح مبدئيا، ولكن بما أنه كمان شوي أو في انتخابات، فهذا معنى أنه هنالك خطر على بايدن بسبب كل الحراك اللي عم نشوفه في أمريكا الشبابي، لأنه دخول رفح الآن وصور وبضائع جديدة في رفح ستصعب وضع بايدن. لذلك بايدن يريد صفقة الآن لكي تؤدي إلى هدنة طويلة لكي يتم دخول رفح بعد الانتخابات الأمريكية حسب ما يقول هذا المحلل. الفيديو الثاني. أهالي الأسرى يضغطون بشدة، لأنه كل مرة يعطونا أملاً بأنه قد تحدث صفقة تمتلئ الشوارع في إسرائيل، أو تحدث صفقة، أو لما بنشوف أنه في فيديوهات جديدة أطلعتها حماس لفيديوهات لأسرى عندها بناشدوا بإطلاق سراحهم. على فكرة سمعت تحليلات إسرائيلية بيقولوا 40 أسير عند حماس ما زالوا على قيد الحياة، وفي شيء بيقول لا، في حوالي 70 أسير عند حماس ما زالوا على قيد الحياة. طبعا هذا بيلعب بمشاعر الأهالي الأسرى بشكل كبير. فبالتالي أمس كانت مظاهرات كبيرة في القدس وتل أبيب، واليوم أيضا مظاهرات كبيرة، يعني نفسهم طويل. طبعا الأهالي يرون بأنه يجب دفع كل ثمن من أجل إطلاق سراح أبنائهم، يقارنون مع أسرى سابقين في إسرائيل قبل الحرب، كيف دفعت إسرائيل أثمان كبيرة سابقا، ويتساءلون الآن ليه يعني ولادنا لا، ليه أسرى سابقين، شو يعني الأسرى السابقين كانوا أهم عند الدولة من أبنائنا الآن. بكرروا مثل ما جلعاد شليت، حوالي 1100 أسير فلسطيني أطلق صراحهم عشان جلعاد شليت، بقولوا الآن نحكي عن حوالي 133 أسير، ليه ما في أثمان؟ هنالك منهم من يرى أن نتنياهو هو السبب إعاقة الصفقة. حل بالنسبة لهم بسيط حسب الشعارات المرفوعة، طيب نتنياهو سبب المشكلة، نبدل نتنياهو، نذهب إلى انتخابات ونبدل نتنياهو، نأتي برئيس حكومة يريد أو يستطيع أن يقوم بصفقة. أمر آخر إضافي سمعته اليوم، أهالي الأسرى لا يريدون دخول إسرائيل إلى رفح، لأنه أبنائهم من المفروض لربما في رفح، فهذا سيعرض حياة أبنائهم للخطر. طبعا يعني هذا المنطق موجود أيضا في المظاهرات، يعني أهالي الأسرى يطالبون عدم دخول رفح، لأنه قالوا لهم بالأول أبنائك يمكن في الشمال، يمكن في مستشفى الشفاء، بعدين قالوا يمكن في خان يونس، ولم يخرجوا من أي مكان من هذه الأماكن، لم يسمعوا إلا أخبار مقتل المزيد من الأسرى، فبالتالي طبعا دخول رفح يرعبهم ولا يريدون دخول. الفيديو الذي يلي اسمعوا. والله أنا بالفيديو الثالث الآن بعيد الفصح اليهودي كنت مرتاح من متابعة قناة 14. اليوم انتهى العيد، ليه انتهى العيد، بكرة برجع وعادي. ما أن فتحت البث وإذا بتقرير يعرضون فيه مرة أخرى فيديوهات لأهالي خان يونس ورفح وهم على الشاطئ. هل تعرفون ماذا كان التعليق؟ كان التعليق إنهم يستجمون لأنهم يعرفون أن هذه آخر فرصة لهم لأن يستجموا قبل أن ندخل رفح. انظروا هذه السادية التي ينهون فيها العيد ويعودون العمل، بدهن يبرروا لنفسهم للمشاهدين عندهم في حالة غضب بإسرائيل أنه شواطئ إسرائيل فارغة من القلق من الهلع، وشواطئ خان يونس ورفح الناس على الشواطئ. ففي ناس تسأل نتنياهو أنه هذا هو النصر اللي قلت عنه المؤزر الحاسم، فالكلام الآن
بدهم يحاولوا يهونوا على انفسهم وعلى مشاهدينهم من اليمين بانه شو بيساووا الناس، رفع بكون هاي اخر فرصه منهم. بيرجعوا من العيد تقرير يبداون في نشراتهم في كل هذا الحقد والساديه التي يضخوها على شاشتهم بهذه الطريقه. لدى نفس القناه سيناريو لدخول رفح، انا افكر انه تحليل عادي يعني من اللي شافوه سابقا، ولكن بعرضوه كانه معلومات دقيقه، بقولوا المرحله الاولى اخراج الناس من رفح، مرحله ثانيه قنابل ضوئيه، مرحله ثالثه احزمه ناريه، وبعدين ببلش الهجوم البري. بيحكوا انه الهجوم بده حوالي شهرين، يعني بعد الدخول الارضي في شهرين، يعني بيحكوا عن شهر اخلاء، بعدين اسبوعين قصف، بعدين شهرين دخول، يعني بنحكي ثلاث او اربع اشهر بيحكي عملية رفح من بدايتها لنهايتها. طبعا هاي الاوقات اللي بعطوها لا يعول عليها، لانه ما زبطت لا تحليلاتهم في هذا الموضوع لا في خان يونس تقديرات المواعيد، وحتى في منطقه صغيره مثل مستشفى الشفاء كانوا يقولوا كم يوم وبنطلع، وبعدين تبين انه هذا مش سليم بالمره. حسب ما يدعون في القناه هدف دخول رفح قتل قياده حماس واطلاق اكبر عدد من المخطوفين او الاسر. ما حللته هذه القناه لانه كان يمكن ان يكون برفح بالمركز وفي الشمال ولم ينجح، الان رغم انه لم ينجح من سبعة اشهر لم ينجح، يحللوه وكانه سينجح في رفح، يحاولون ابناء مجتمعهم بهذه الطريقه. الفيديو الرابع، يقولون انه صعدت امريكا وحلفائها الغربيين من الضغط على محكمه الجنايات الدوليه في لاهاي لمنعها من اصدار امر اعتقال. الان وين القرار؟ طيب يعني حدثوا او نهايه هذا الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم، يعني اربع خمس ايام. الخوف في اسرائيل ان تكون ككره الثلج، شو؟ يعني اوامر اعتقال تزداد وتزداد ضد قيادات اسرائيليين، ولانه اليوم في لائحه على راسها نتنياهو وجالنت وهليفي فممكن تزيد الاسماء. يذكرون كثيرا اسم كريم خان، هو الشخص اللي راح يطلع قرار بالاعتقال. ويقولون بانه ستكون ايضا بتوقعوا اوامر اعتقال ضد قيادات حماس، بيحكوا عن مروان عيسى، محمد ضيف، يحيى السنوار، وبتحدث انه هدول الثلاث مقابل ثلاث كبار من اسرائيل عشان يصير في توازن في المحكمه. قلق اخر اضافي تحدثوا عنه كثيرا بانه قد تكون هنالك اوامر لا يعلن عنها. يعني بقولوا يمكن ان تكون هنالك لاحقا اوامر لقيادات اسرائيليه توزع على الدول الاوروبيه ولا يتم الكشف عنها، فبالتالي تذهب الشخصيه الاسرائيليه الى هذه الدوله، وعندما تصل فقط عندما تصل في الخارج تبدا المشكله وتكون لربما محاوله اعتقال، وندخل هناك بتفاصيل جديده. واضح نتنياهو صار اكثر من جلسي عامل في الموضوع على مستوى قانوني ودبلوماسي وسياسي وداخليه وخارجيه، واضح بانه ماخذين الموضوع بجديه كبيره. اذهب للفيديو الخامس، اعود فيه الى قناه 14. ما يحدث في امريكا ودول اوروبيه مختلفه، طلاب الجامعات، مظاهرات في الجامعات الامريكيه. اذا بتسمعوا التقرير اللي في قناه 14 شوفوا انه في حرب، ولا انه في متظاهرين يرون ان هناك مشكله انسانيه واخلاقيه ويتظاهرون لاجلها كما نرى في الاعلام الغربي، لا تفهموا يعني تشوفوا التقارير بتشوفوا انه في مجموعه عنصريين لا سميين قاموا هكذا فجاه بدون اسباب مقنعه ومارسوا عنصريتهم ضد اسرائيل ويشكلون خطرا على الطلاب اليهود في العالم، وان كل القصه مش ما يقول العالم ومش ما يرى العالم، انما بان هنالك عنصريه اسرائيليه، وبيظهروا بعض الاسماء لقيادات او ابناء قيادات اوروبيه او امريكيه معروفه بانهم شاركوا في المظاهرات، وبيحكوا انه في اعتقالات، وبانه الجاليه الامريكيه عفوا الاسرائيليه في امريكا قويه ومتماسكه، وبترد تقرير مقطوع عن كل باقي التقارير الموجوده في العالم. هكذا يحاولون اقناع مشاهديهم بانه كله تمام يعني، ولكن هنالك طلاب في كل او في عدد كبير من الجامعات، وهذول طلاب عنصريين واجى على بالهم هيك فجأة يتظاهروا ضد اسرائيل، هذا اللي تفهمون التقرير. اخيرا
هذا المساء سمح بالنشر عن الجنديين الإسرائيليين اللذان قتلا في انفجار وسط غزة. حسب موقع واينت عم بفحصوا هل الانفجار نتاج صاروخ RPG أطلقوه مسلحي حماس اتجاه المجموعة أو هي مواد متفجرة كانت مع الجيش وانفجرت؟ طبعا رواية حماس سمعناها من أمس، سمعنا أمس بأنه كمين واستدراج وتفجير. الجنديين واحد عمره 27 وواحد عمره 37، وهذا برجع على الساحة الإسرائيلية السؤالين التاليات: إذا مش عارفين لوين رايحين بالحرب، أولادنا ليش عم بنقتله هناك؟ وإذا احتلينا الشمال مرتين وبعد بتطلع الصواريخ من هناك، إذا ليش شبابنا جوا؟ سؤال إسرائيلي الأول. السؤال الثاني اللي بيطلع على الساحة: هاي العمليات وسط القطاع، لكن لماذا قلتم لنا كل الوقت بأنه سيطرنا على هذه المناطق منذ مدة، ولكن نرى الآن عكس ذلك وهنالك قتلى إسرائيليين جدد في المناطق التي تسيطرون عليها منذ أشهر؟ هدول السؤالين نسمعهم من عدة محللين إسرائيليين، ومن يتابع هذه النافذة يرى بأن هذه الأسئلة سئلت كثيرا خصوصا من محللين يساريين. إلى هنا أصل إلى ختام النافذة لهذا اليوم، أراكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.